على جانب اخر ما ينفعش يكون معايا كابتن فاروق جعفر، ما اسالش بقى في الفنيات. بكره ان شاء الله باذن الله الزمالك يواجه تذكر الكيني. طيب الزمالك جاهز بكل ادواته ولا لا؟ وايه الطريقه اللي حضرتك تفضل انه الزمالك يقابل بيها تذكر؟ يعني الزمالك انت عندك بتعامل مع الفرق دي بحاجتين مهمين جدا. بتبقى عارف مباراه اولى والنتيجه بتاعتها، وبناء عليه تبني طموحاتك في المباراه الثانيه. انا شايف ان الزمالك خبرات يتفوق عن الفريق الكيني، اداء اللعيبه والمجموعه اللي اللعيبه دي دلوقتي عندها ثقه، ابطال دوري، فرقه دلوقتي تقيله بقت موجوده، عندها قوام ما تلعبش في القوام الاساسي بتاعها، حتى لو في لعيبه مشيت لكن البديل ادى بشكل كويس جدا واصبح مش بديل. فانت دلوقتي خبراتك الافريقيه موجوده، السنه اللي فاتت وصلت نهائي بطوله افريقيه، فانت تتعامل بكره مع المباراه بهدوء جدا، تحاول قدرت تبقى نتيجه ايجابيه يبقى كويس جدا، قدرت تكسب يبقى كويس جدا، ان انت في مباراه عوده وانت لازم تتعامل معاها بمباراه العوده. يعني كان مباراه مصر وليبيا انا كان ليا وجهه نظر، قلت مباراه مصر وليبيا ما فيهاش مباراه عوده، مباراه العوده دي لصالح مصر. الله، انت اللاعب المصري اكيد انا قلت كده في الاستوديو، اللاعب المصري عنده من الذكاء ان هو يقدر، وخصوصا لو المباراه قريبه، يقدر يجمع افكاره قدراته وامكانياته واخطاء المنافس والثغرات اللي موجوده عند المنافس وقوه المنافس، ويبدا يشتغل عليها. ده اللعيب بجانب المدرب لو كان راجل بقدرات المدرب بتاع المنتخب وشخصيته، ودي برضك حاجات بتبقى مطلوبه لما تكون شخصيه مدرب كويس، اللعيبه مقتنعه بالمدرب بشكل كويس، اللعيب او المدرب بيشتغل على اللعيب على قدراته، ما بيشتغلش على قدرات المدرب. يعني في فرق بين ان انا اشتغل على قدره المدرب، ممكن تجيب لي احسن مدرب في العالم لكن ما انا ما عنديش احسن لعيبه في العالم يقدر يتعامل معاهم، هو يشتغل على قدرات اللعيبه. وانا شفت الفتره اللي فاتت الراجل اهتم جدا بالمحترفين، ودي كان يعني حاجه جديده في الكره المصريه. انت دايما بتحكم على اللعيبة. على كيروش حاجه بتتكلم على كيروش، بتتكلم على اللعيبه المصريه. احنا المباراه دي برضك كارتيرون بيتعامل مع اللعيبه، لعيبه عندها خبره كويسه جدا، النوح البدني عندها كويس. طيب على ذكر الخبرات، تفضل في الجانب الايسر عبد الشافي ولا فتوح؟ يعني انا في الفتره اللي رجله في الملعب اكتر يكون موجود فتوح، اللي رجله في الملعب، رجله في الملعب، ولكن انا ما اقدرش استغنى عن عبد الشافي. عبد الشافي لعيب كويس جدا، لكن يعني انت البطوله مباراه افريقيا ليبيا عملت حدث جديد، ان انت عندك الطرفين المدافعين بيطلعوا لحد قدام وهم احسن اثنين في الفرقه. دي حاجه جديده. يعني دايما تتكلم على نجم الفرقه لعيب نص ملعب الهداف طرف كده، لكن تتكلم على طرفين بيلعبوا مدافعين ونجوم المباراه، هم اللي بيحركوا الفرقه، هم اللي بيتحكموا في ايقاع الفرقه، الاداء الحركي بتاعهم كويس جدا، الفيتنس بتاعهم كويس، الشغل بتاعهم في النواحي التكتيكيه بشكل كويس جدا، بقى عنصر. يعني انت بتلعب في جبهتين، يعني انت مش متوقع ابدا في مباراه ليبيا ان مثلا فتوح يجيب جول. ايوه يعني بالورقه والقلم لا، مش عمري ما حد هيقول كده. مش هتوقع في مباراه ليبيا ان الجبهه اليمنى اللي بيشتغل فيها اكرم بيشتغل فيها وساند صلاح بشكل كبير جدا، وعليه كان حمدو الهوني وبالظبط هو حمدي اللي احنا كنا بنتكلم عليه ان هو افضل لعيب طرف موجود في شمال افريقيا. لكن اللعيب اكرم اثبت نفسه ان هو لعيب صاحب قدرات كبيره جدا، وهو عنده المستقبل وعنده القوه وعنده الاراده في الملعب، وبعدين منضبط جدا في الاداء بتاعه، وبعدين حافظ بيعمل ايه، ودي كلها مهام بتبقى عند اللعيب. والمدرب الشاطر اللي يديك مساحه ان انت تطلع كل اللي عندك. صحيح. يعني ما يجيش يقول لك دافع بس، لا ده سايبه بحريته وانت بتلعب بره، والناحيه الثانيه فتوح بيلعب وانت بتلعب بره. انت عاجبك كيروش قوي؟ انا عاجبني ان انت بتلاقي يعني بتعمل فكر جديد للكره المصريه. دايما المنتخب تقول لك انا عايز اللعيبه اللي عندها خبره الكبار هم اللي يبقوا موجودين. الخبره مش بالسن، الخبره بكم المباريات انت بتكمل المباريات، وبعدين انت بتستفيد من مواقف معينه، وبيبقى مخزون عندك وانت صغير، ويفضل المخزون ده يتطور عندك وتقدر تطلع وتحل مشاكل موجوده في الملعب. فانا شايف الاختيارات اللي في المباراه اللي فاتت، المباراه التانية. طيب المسلوسي ولا حازم امام ناحيه الرايت بقى؟ نرجع للزمالك تاني. يعني انا شايف مسلوسي هو اللي جاهز، لكن احنا حازم لعيب اساسي ولعيب موجود معنا في الفرقه وكابتن فرقه ولعيبه كويسه جدا. تفضل اتنين في نص الملعب، طارق حمد وجنبه مين؟
امام عاشور اكيد يعني. امام عاشور مش رؤى؟ لا مش رؤى. لا لا امام عاشور على اعتبار انه كورته عاليه شويه يزيد بيه لقدام، رجله في الملعب. رجله في الملعب، رجله في الملعب. طيب الثلاثه اللي تحت راس الحربه، سيف الجزيري، زيزو، اوباما اكيد، وبن شرقي اكيد، هم الثلاثه ممكن يكونوا افضل ثلاثه يكونوا موجودين، مروا بظروف زي دي، لعبوا في خارج الملعب كتير، عارفين الكره في افريقيا شكلها عاملين، الجو عامل ايه، الملعب لو في مشاكل هم اللعيبه بتحلها مع بعض. فانا شايف ان المكان ده، انت عندك مشكله بكره، مش مشكله ان شاء الله، مش مشكله، ان عبد الغني مش موجود، فانت بتدور على محمود علاء، اللي لازم محمود علاء يبقى عايز مسانده في الملعب، هو لعيب عنده خبره ولعيب كويس بجانب الونش. فالاثنين هي دي النقطه اللي دايما تحس انت ما بيجي فيك هدف، بيجي من خطا في التمركزات، خطا في التحركات، التمركز طبعا ما فيش هدف بيجي كده يعني. حتى لو قدرات، انت لازم لو انت بتركز وانت بتدافع كويس وبتضغط كويس، صحيح، تتعامل مع المهاجم بشكل كبير، مش هتخليه يجيب هدف. فانت لازم بكره ان شاء الله، محمود علاء بقى له فتره ما بيلعبش، لكن خبراته والنواحي البدنيه بتاعته الفتره اللي فاتت كانت كويسه، فان شاء الله بكره نعدي المباراه، وان شاء الله نعديها بنتيجه ايجابيه بمشيئه ربنا.